خلونا نبدأ بخبر أخير. المنتظرين طرح شركة غزر للمحلة أول فريق كرة بيكون له شركة، يعني بيتعمل له شركة زي ما كنا منتظرين كل فرق الكرة في مصر انها تصبح لها شركات، ويتم طرح هذه الشركة في البورصة. منتظرين طرح 67% من شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة مطلع فبراير المقبل. خلونا نشوف ماذا سيحدث وماذا نتوقع. مهندس علي العباسي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم. مهندس علي، يعني بكده دي بتكون اول فريق كره بيبقى له شركه، وبعدين يعني يمكن الاهلي له شركه الحقيقه، ولكن اول شركه تطرح في البورصه. اهلا بيك يا استاذه لميس. اهلا بيك واهلا بحضرتك. هو فعلا شركه غزل المحله لكره القدم اول شركه تم تاسيسها في مطلع 2020 شهر 1، والفكره كانت فكره معالي وزير قطاع الاعمال الاستاذ هشام توفيق، وكانت الفكره مطروحه بهدف رئيسي الاول رفع الاعباء عن شركه مصر المحله لغزل ونسيج بفصل نادي غزل المحله عن الشركه. كده احنا بنشيل عبء الكوره عن شركه مصر غزل ونسيج. الحاجه الثانيه بنطبق قانون الرياضه الجديد بانشاء شركه كوره، وبالفعل في شهر 1/2020 معالي الوزير اعلن تاسيس الشركه ومشينا في اجراءاتها، والحمد لله وصلنا بالشركه، لان الشركه كان بدايتها راس مال مساهم فيه 3 مؤسسين: شركه مصر المحله بالحصه العينيه، شركه النصر، وشركه القابضه للغزل والنسيج براس مال 65,320,000. ثم بعد ذلك طرحنا اكتتاب خاص عن طريق بنك الاستثمار المنوط به الشغل ده، وهو شركه برايم كابيتال القابضه، عشان نوصل راس المال ل 102 مليون. دخل في الاكتتاب الخاص، وبالفعل تم الاكتتاب الخاص من اسبوعين، ودخل فيه شركتين كبار مصريين، ودخل فيه شركه كويتيه باستثمار خارجي، واثنين مساهمين سعوديين. فاصبح راس المال المصري في المشروع حتى الآن يمثل 87% من رأس المال. ودلوقتي عملنا جمعية عمومية امبارح صباحا لرفع رأس مال الشركة 200 مليون جنيه بطرح 98 مليون جنيه في البورصة إن شاء الله. احنا أخذنا قرار امبارح في الجمعية العمومية بعمل نشر الكتاب والبدء في إعلان الشركة في البورصة. طيب انا كمساهم بقى، كمساهم انا ليه اشتري في شركه غزل المحله لكره القدم؟ ايه مقوماتها عشان اقدر اشتري فيها؟ يعني مثلا لو طرحنا الزمالك، لو طرحنا الاهلي، لو طرحنا المصري او الاسماعيلي او بيراميدز او اي فريق، بتقول لك ده فريق بياخد بطولات عنده رعايات، لكن ماذا يملك غزل المحله؟ الموضوع دلوقتي بقت شركه بتدار بفكر استثماري، ماشيين في خطين متوازيين. اولا ان يبقى فريق الكوره بيصرف عليه علشان يبقى فريق في وضع قوي، مش لاقيين، كان الاول بيبقوا مش لاقيين فلوس يصرفوا على فريق الكوره منين. النهارده احنا بدانا نشتغل على البنيه التحتيه للنادي، بيتعمل ملاعب، بيتعمل نزل للاعبين. حصل اتفاق مع نادي بولندي، نادي خوتنيك، علشان نبدا ناسس قاعده في قطاع الناشئين من تحت، عشان هو ده الاستثمار الحقيقي. هيبدا من تحت، ان احنا بنستقطب المواهب الصغيره من سن 9 سنين لحد 20 سنه. بنبدا نجهز لاعب محترف موهبه بيتصرف عليه لاول مره. حضرتك بتصرف عليه لبس، تغذيه، تعليم كوره على اسس علميه، بحيث يطلع عندنا نني تاني وعندنا محمد صلاح تاني. لازم اقول لك انه مبروك، انتوا كسبتوا الزمالك امبارح 3-0 في كاس الرابطه، يعني فده برضو ده برضو من الشغل. احنا شغالين على القاعده من تحت، شغالين على الفريق الاول بتدعيمات قويه جدا، علشان نبدا نوصل بالفريق وبالنادي غزل المحله يرجع اسمه الكبير تاني. لان الفكر زي ما بقول لحضرتك، احنا بنمشي في طريقين: ان احنا ننجح رياضيا، ان يبقى الفريق واخد وضعه الطبيعي
في وسط الكبار، وفي نفس الوقت يبقى عندي لاعبين ابدا اقوم بتصدير اللاعبين للسوق الخارجي، واحنا شغالين على الاحتراف سواء من تحت. يعني ممكن تشتري لعيبه، يعني ممكن تشتري لعيبه. طبعا طبعا عمليه استثمار لاعب بينشا بتصرفي عليه بتجهزيه بتبيعيه بره في سوق خارجي بثمن، لان الشركه طبعا هتبقى في البورصه ويبقى فيه مساهمين، والمساهمين دول منتظرين الارباح. فانت هتاخد الحصيله من هذا البيع، سواء البيع في العام او للطرح الخاص، وتستثمر بيه في النادي نفسه وكره القدم، وعندك اكيد اصول. طبعا طبعا عندنا اصول حق انتفاع، اصول 20 عام، هي دي الحصه العينيه اللي دخلت بيها، دخلنا بيها شركه مصر المحله. بعد ما كانت الكوره عبء على الشركه، اصبحت الشركه شريك باسهم حصه عينيه في شركه الكوره الجديده، اللي ان شاء الله تبدا تشتغل بفكر استثماري وتحقق ارباح وتعود على المساهمين بتوعها بارباح، ومن اكبر المساهمين طبعا شركه مصر المحله. يعني اتمنى لكم التوفيق فعلا في التجربه دي. امتى نازلين البورصه؟ في فبراير مش كده؟ ان شاء الله. احنا خدنا قرار امبارح في الجمعيه العموميه بنشر الاستتاب، تتجهز علشان ننزل في البورصه ان شاء الله في مطلع فبراير ان شاء الله. يعني ده خبر مهم، وبتمنى لكم التوفيق في المرحله القادمه. شكرا استاذ علي العباسي، رئيس مجلس اداره شركه غزل المحله كره القدم. ايضا بدا التداول على اسهم نهر الخير في البورصه، وده برضو خبر مهم. احنا بنبتدي نشوف شركات قطاع خاص بتنزل البورصه حتى لو كانت متوسطه الحجم. شركه غزل المحله دي طبعا مش قطاع خاص، ولكن نهر الخير قطاع خاص، نهر الخير التنمية والاستثمار الزراعي. وبكده احنا بنشوف يمكن حركة افضل شوية في البورصة المصرية.